بدينا نخدمه في البعث العقاري. أول مشروع خدمناه كان في النخيلات في شير تريانة. الأرض ذي كانت أرض في زون زاك، زون داكتيفيتي كوميرسيال، وكانت محاطة بالبنايات، فهمتني، بنايات برخص وبدون رخص، حتى بنايات فوضوية، خاطر ساعات البلون داميناجمون يكون معناها شوية عشوائي، البلديات ولا الادارات ما تاخذش بعين الاعتبارات معناها مصالح المواطنين. يجي يعمل لك مثلا في زون كيف ما انخيلات اللي هي زون شعبيه واللي الناس كانت نازحت لها باش تسكن فيها، يجي يعمل لك في وسطها زون داكتيفيتي كوميرسيال وزون اندستريال في وسط معناها مناطق سكنيه، والعباد شاريه الاراضي بال100 متر وبال200 متر وباش تسكن، فهمتني؟ دونك الحق نتاع ربي وقتها بدلنا الفوكاسيون نتاع الارض، ما كناش مستحقين التدخلات، خاطر بطبيعته البلون داميناجمون وقتها بحكم البني العشوائي اللي كان صاير فيها المنطقه هذيك، البلون داميناجمون كانت بلديه تريانه عرضته للريفيزيون،